عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون بالتعاون مع صديقتي كوكي، قناتها عن كوريا. بس النهارده انا وهي هنقدم لكم وصفه السوشي. هي هتقدم اصناف معينه وانا هقدم اصناف تانية مختلفه، فيا ريت لو عايزين تشوفوا بقيه الاصناف اللي كوكي هتقدمها تشوفوا القناه بتاعتها، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف وفي الكومنتات المثبته. أنيوهاسيو كيم كوكي ميدا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بفتحها من فوق بالسكينة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اضغط عليها بصوابعي علشان افردها. بعد كده الاخطبوط برضو كنت جايباه متقطع، وانا دلوقتي رايحة السوبر ماركت اجيب مكونات السوشي اللي انا هعمله النهاردة. السوشي بسيط جدا، هو عبارة عن الرز وطبقة الساشيمي اللي هو السمك المتقطع رفيع، وطبعا وسابي وصوص الصويا. من غير ما اطول عليكم، ريت تشتركوا في القناة وتشغلوا رمز الجرس ولايك على السريع، ويلا بينا نبدأ الفيديو. الساشيمي بيتقدم بكذا طريقة، ممكن بيبقى قطع من السمك كاملة وبعدين في البيت بيقطعوها هما، او مثلا مجموعة اصداف او تاكو، او العلبة اللي بيكون فيها كذا صنف مع بعضه. وانا بالنسبة لي دي اسهل حاجة، فهجيب النوع ده. وفي اوقات بيبقى متقطع اصلا جاهز بس نفس النوع في العلبة، فهي دي كل الانواع. بس هي السمك انواع مختلفة. هنا دي بقى حاجة تانية على الطبخة على طول، بس مش سوشي او ساشيمي. دوت اسمه تاراكو، او اللي هو البطارخ بتاعت السمك. شوفوا بقى في قناة كوكي ازاي عملتها. واهم شرط من الشروط برضو ان هو لازم يكون فريش، علشان كده بشتريه في نفس اليوم اللي هعمله فيه. بس كده مش هشتري حاجة تاني، هو انا كنت جاية عشان السوشي بس، لانه لازم يكون فريش، ما ينفعش يبقى مش فريش. فجيت جبته وهنروح، فيلا بينا. انا بحب اشتري النوع الجاهز لانه بيكون انواع السمك فيه مختلفة وجاهزة على طول على الاكل، فبتوفر ليا وقت كتير. وده برضو بيبقى نفس الحل بالنسبة للسيدات العاملات هنا، عشان كده في انواع كتير من الاكل بيكون جاهز على طول على الطبخ، او بيبقى مثلا فضله خطوة واحدة لانه بيسهل على السيدات هنا وقفة المطبخ. بالاضافة ان كل علبة بيكون فيها انواع تختلف عن التانية، فبختار الانواع اللي انا بفضلها. مثلا اللي اخترتها فيها التونة والسلمون، جمبري مسلوق والحبار، وسمكة التاي او اللي احنا بنسميها بالعربي المرجان الاحمر. في كمان اوقات بيكون فيها المحار او الاصداف، بس اليوم ده انا اخترت اللي هي مفيهاش الاصداف لاني مش بفضل طعمها قوي، نور هو اللي بيحبها. بس كده بعد لما خلصنا يلا بينا نجهز السوشي في البيت. اول حاجة هنحتاج نجهز الرز. هستخدم كوبايتين رز، المعيار ده عبارة عن كوبايتين مش واحدة. الرز بتاع السوشي بيحتاج انه يكون معجن شوية. هنا في اليابان بعد ما بيستوي بيحط عليه ملح وسكر وخل، ودي الطريقة اللي عملتها كوكي، فياريت ترجعوا لقناتها وتشوفوا الطريقة. الخطوة دي مش دايما الا انها الاكثر انتشارا، بس انا ونور بنفضل طعم الرز بدونهم، علشان كده هنزود معيار المية شوية علشان يطلع برضو معجن شوية كسنة بسيطة كده زي الرز بتاع السوشي. بعد لما جهز هقلبه علشان اخرج الهواء السخن واسيبه يبرد شوية. الرز السوشي المفروض يكون بارد، بس بيتشكل وهو دافي علشان يكون تشكيله اسهل لما هدي شوية من السخونية بتاعته عشان اقدر المسه. هجيب بلاستيك احط فيه كمية الرز المطلوبة واشكلها على حسب شكل السوشي زي ما هو باين في الفيديو. طبعا كل ما كان الشخص متمرس وعنده خبرة بيكون القطعة بتاعت الرز متساوية. وكمان هنا في قوالب جاهزة لتشكيل الرز بتاع السوشي، شبه شوية المكعبات بتاعت التلج بس اكبر كده في الحجم.
كمان الطريقة التقليدية بيشكلوه بدون البلاستيك، بيحطوا على ايدهم مية وبيشكلوه مباشر، والطريقة دي برضو كوكي عملتها. فياريت تشوفوا كمان الأصناف اللي كوكي اختارتها، لأن هي عملت أصناف أكتر مني في القناة بتاعتها. بعد كده الوسابي أغلب الوقت بيكون الطبق بتاع الساشيمي فيه كذا كيس وسابي وجنزبيل مخلل، علشان الحاجات دي هي اللي بتتاكل مع السوشي. انا هبدأ اخد كمية بسيطة من الوسابي واحطها على الرز. الوسابي حاجة شبه الفجل كده، الا انه حار جدا وبيتفرم، وعلشان كده الكمية دي بتكون كافية جدا، لان اكتر من كده ممكن يجيلكم صداع من كتر ما هو حراق. عشان انا كنت فاكراه حراق عادي اول مرة جربته واتصدمت في طعمه، فخلي بالكم. بعدين هبدأ احط الساشيمي، اول حاجة السلمون، وهحط الجمبري بيكون مسلوق ومتنظف وجاهز، وكوكي عملته متشوح، فاذا حابين تشوفوا طريقته شوفوه على قناة كوكي. ودي قطعة من الصبيط او الحبار، اللي هو مش الاخطبوط، التاني اللي لونه ابيض، وتونة، واخر حاجة هي سمكة التاي. واخر حاجة هعملها مع طبق السوشي هي التاماجوياكي، ودي اكتر الوقت نور بيحبها. هنا المفروض بيتحط عليه سكر، لكن انا مش بحط عليه سكر برضو، مش بفضل طعمه هو مسكر. اذا حابين تشوفوا طريقة التاماجوياكي على القناة تظهر دلوقتي. بس كده فيديو النهاردة خلص. ياريت تشوفوا قناة كوكي وتشوفوا الحاجات اللي هي عملتها، وتقولولنا مين عمل السوشي افضل من التاني. هي طبعا اكيد هي اللي كسبانة. وحطولي في الكومنتات كمان رأيكم في طريقة السوشي بتاعتي وبتاعت كوكي. هيكون بيني وبينها تحديات كتير، والفرق بين كوريا واليابان وحاجات اكتر من كده بكتير. فياريت تشتركوا في قناتها وتشتركوا في قناتي لو انتم لسه جداد. وكده فيديو النهاردة خلص، اشوفكم الحلقة الجاية.